السلام عليكم. في الكوره تحب تبرز، تحب تنتقل للفريق افضل من الفريق اللي كنت متواجد فيه، تحب الناس الكل تحكي عليك. ماركي، ما ثماش لغه اخرى في عالم كره القدم باش تبرز اكثر باللي تسجل هدف كيف ما صار اليوم مع لاعبنا الدولي الياس العاشوري اللي سجل هدف الانتصار في اخر دقائق المقابله وبالتحديد دقيقه 89، وهكا يكون ورا انتصار فريق كوبنهاجن في الدوري الدنماركي امام فريق اودنس الفريق السابق لاعبنا الدولي عصام جبالي. كوبنهاجن الى حدود الجوله الرابعه متواجد في المرتبه الاولى بالعلامه الكامله ب 12 نقطه. كجماهير للمنتخب حاليا ما قاعدين نحكيو كان على هدف الياس العاشوري، لكن فيما يخص جماهير فريق كوبنهاجن اللي عندهم فريق كامل، اللي عندهم 11 لاعب على أرضية الميدان وثم ثلاثة تغييرات، يعني نحكيو على 14 لاعب شاركوا في المقابلة. بعد المقابلة شكون أكثر لاعب حكاو عليه؟ أكيد ومما لا شك فيه الياس العاشوري والهدف اللي سجلوا واللي كان وراء انتصار كما قلنا فريق كوبنهاجن. ما يهمش الأداء اللي قدمه الياس العاشوري واللي أكيد باش نحكيو عليه بقدر ما يهم الهدف اللي سجلوا واللي كان وراء ثلاثة نقاط. وعلاش الملاعبية والمدربين يحفزوا الملاعبية نتاعهم ويحاولوا يخليوهم في فورما ما باش يجيبوا لهم الطرح؟ الطرح جابوا الياس العاشوري اللي ذا اليوم مما لا شك فيه النجم نقولوا ابرز لاعب في المقابله لعبنا الدولي الياس العاشوري، بدليل باش نعرفوا قيمه الاهداف في عالم كره القدم. موقع سوفا سكور الموقع العالمي اللي صحيح الارقام نتاعه والاحصائيات نتاعه ما نجموش ناخذوها 100% مسلمه، هاتوا نقول لكم علاش. موقع سوفا سكور الياس العاشوري التنقيط اللي يقدمه له من 6.4، نحكي على رداءات المقابله 6.4 6.3 وصل حتى ل 6.2، هو اقل تنقيط من بين الملاعبيه اللي كانوا متواجدين على ارضيه الملعب. بطبيعه نحكي على الملاعبيه اللي بداوا في التشكيله الاساسيه، يعني نحكيوا على 11 لاعب، الياس العاشوري متواجد في المرتبه 11 تقريبا اخر دقائق المقابله، الياس العاشوري في المرتبه الاخيره سجل هدف من هنا من 6.2 يصعد التنقيط نتاعو ل 7.2 ليصبح خامس افضل لاعب من جانب فريق كوبنهاجن. وهنا نعرفوا قيمه الاهداف وقيمه الهدف اللي سجله الياس العاشوري. قبل الاخيره قبل مباراه سبارتا براغ في رابطه الابطال الاوروبيه كانت مقابلة في الدوري الدنماركي، وقتها الياس العاشوري كان أساسي وخرج في الشوط الأول وقدم أداء دون المتوسط، وقتها تحصل على معدل 6.3 وخرجوا المدرب في الشوط الأول، وقلنا وقتها من أسباب خروج الياس العاشوري والأداء المتوسط أو أقل من المتوسط اللي قدموا أنه اللاعب ضيع برشا وكور اللي نوعا ما خرجوا من المقابلة. في المقابلة الأخيرة أمام كما قلنا سبارتا براغا التشيكي الياس العاشوري كان احتياطي ونزل في الشوط الثاني بالتحديد دقيقة 57 وكان أفضل لاعب على أرضية الميدان، وممكن كان وراء انتصار فريق كوبنهاجن لو عرف كيفاش يتعامل مع الفرص اللي جات، الشيء اللي خلاه اليوم مرة أخرى يكون متواجد في التشكيلة الأساسية. شخصيا تفرجت في المقابلة على قناة SKAHD قناة الدنماركية بثت المقابلة. الياس العاشوري كالعادة ضيع برشا كور، هو حتى لو كان تدخل الموقع سوفا سكور تلقى أكثر لاعب ضيع كور في المقابلة هو الياس العاشوري من جانب فريقه، تلقى ملاعب يضيع 4 كور 7 كور 6 كور 8 كور 9 كور. الياس العاشوري ضيع 29 كورة، ومع هذا المدرب خرج تقريبا نجوم الفريق وحافظ على الياس العاشوري على أرضية الملعب. علاش؟ على خاطر اليوم كتشاهد الياس العاشوري بالرغم أنه كما قلنا ضيع برشا كور، ومع هذا كنت تستناه انه باش يسجل هدف. الياس العاشوري اليوم كان اخطر لاعب على ارضيه الملعب واخطر لاعب من جانب فريقه. اليوم الياس العاشوري بالرغم انه ضيع برشا كور وكنت تستناه انه باش يقدم التمريره الحاسمه اللي باش تكون ورا انتصار فريقه، هذيك علاش الذكاء نتاع المدرب
حافظ على الياس العاشوري وما خرجوش، بالرغم انه كيف ما قلنا ضيع برشا كور، وفي الاخير الياس العاشوري كان وراء انتصار فريقه بهدف محترم سجله الياس العاشوري. اليوم سجل اول هدف مع فريقه في الدوري الدنماركي، كيف كيف سجل هدف الدوري التمهيدي في رابطة الابطال، يعني نحكيه على زوز اهداف الى حد الان مسجلهم الياس العاشوري. يعني العاشوري حتى لو يضيع كورة واثنين وعشرة ومية من نوعية متاع الملعبية اللي قلقوا الادفرسير، اللي قلقوا المدافع، ثم مهاجمين يبدأ إرزين، يعني ملاعبي يلعب بالراس، ملاعبي ياخو كورة كوفرتير. ليس العشوري خفيف، نوعية متاع الملعبية كي يعمل لك كروشي ما تفهمش كيفاش باش تعمل، حتى لابوي متاعه ما شاء الله عليه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشيء اللي خلى الفترة الأخيرة بعض من جماهير المنتخب التونسي يقارنوا لعبنا الدولي الياس العاشوري باللاعب الجزائري رياض محرز. بطبيعة نحكيه أول بعض يقول لك البروفيل متاع اللاعب تقريبا قريب برشا لبروفيل رياض محرز. البروفيل متاع الزوز الملعبية متقارب برشا البعض، وكل شيء جائز قادر الياس العاشوري باش يوصل المستوى اللي وصل له رياض محرز، قادر باش يتجاوزه كيف كيف، ممكن ما يوصلش للعشر اللي وصل له رياض محرز، هذا علم غيب ما يعلمه إلا ربي سبحانه. ما على الياس العاشوري كان يخدم على روحه بحول الله بالإمكانيات اللي عنده، راهو المستقبل باش يكون أفضل من الحاضر وكيف كيف من الماضي. رياض محرز عدى 5 سنين في اللونيفو، عدى 5 سنين في مانشستر سيتي، قبلها عدى 5 سنين في ليستر يونايتد أو ليستر سيتي، وقبلها كان لهافر في الدرجة الثانية الفرنسية، وقتها انتقل لليستر وعمره تقريبا 22-23 سنة. يعني كنشوفوا رياض محرز في بدايته 22-23 متواجد في الدرجة الثانية الفرنسية، يقول القائل من سابع المستحيلات، أو حتى ممكن حتى كنت أحكيها الناس تضحك عليك أنه في المستقبل رياض محرز باش يتقمص ألوان مانشستر سيتي ويفوز بدوري رابطة الأبطال الأوروبية، لكن هذا صار بالمثابرة متاع رياض محرز وبالإمكانيات الكبيرة اللي عنده واللي عرف كيفاش يستغلها. علاش لا؟ الياس العاشوري في سنة 24 سنة متواجد حاليا مع أفضل فريق في الدوري الدنماركي، قضي موسم اثنين في سن 25-26 نلقاوها متواجد في فريق محترم في الدوري الانجليز. نجمو كان نقولوا حظ موافق للياس العاشوري، زوز اهداف ممتازين في بداية الموسم، ان شاء الله لو يوصل 10-12-13 هدف الموسم الحالي مع 8-9-10 تمريرات حاسمة، النجم نقوله بنسبة كبيرة الياس العاشوري الموسم القادم في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، وبصراحة اللاعب يستحق وكل جماهير المنتخب التونسي معاه. قبل ما نقول حلقتنا اليوم وفات، دخلت للموقع الرسمي على الفيسبوك الفريق كوبنهاجن باش نشوف جماهير كوبنهاجن، بالطبيعة نحكي على جماهير الدنماركية، شنو حكيت على الياس العاشوري. لافيش اللي حطوها واللي فيها 2-1 واللي مصور فيها الياس العاشوري تقريبا مانيش عارف بالضبط فيها، يمكن 100-150 تعليق، حبيت نشوفهم شنية قاعدين يحكيوا بالضبط، ممكن توا راهي فاتت على خاطر نحكي على ساعة التالي، نلقاها كلها جماهير المنتخب التونسي في صحة الياس، في برافو يا معلم، في الشعب وينو الشعب الهريسة، في شيخ العباد، يعني جماهير المنتخب التونسي في أي مكان تلقاها وتدز معاهم لعبية المنتخب، خاصة وقت اللي يعرفوهم إنهم يستحقوا وعندهم الإمكانيات باش يقدموا الإضافة للمنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات، حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس وسلام.